استاذ عامر الوكيل، عرفنا بنفسك عشان المشاهد. عامر الوكيل، المنسق العام والمتحدث ومؤسس تحالف ثوار مصر. احنا النهارده بنعد المليونيه الجمعه ليله الطوارئ. النهارده الحمد لله الناس موجوده في الميدان من النهارده قبلها بيوم عشان تقول للمجلس العسكري ان ان الطوارئ دي شيء اصلا غير قانوني، لان انتوا نفسكم اتكلمتوا على ان ان هذه ان قانون الطوارئ سوف يرفع بعد 6 أشهر من الاستفتاء. وللاسف بنجد ان المجلس العسكري بيمدد قانون الطوارئ قبل ما يرفعه بايام قليله، وده شيء يعني اضر بكل باحاسيس كل المصريين، واحسسهم ان المجلس العسكري بيوعد وممكن يخلف. فاعتقد ان هم لابد ان هم يراجعوا نفسهم في موضوع قانون الطوارئ اللي هو هيهدد اي مصري ماشي في الشارع. وبموجب هذا القانون كانوا بيعتقل ناس كتير جدا وبيوضعوا في السجون بدون اي وجه حق، وده مرفوض طبعا من الشعب المصري ومرفوض من اي حد بيفهم الف ب حريه. مش معقوله مصر الثوره تحكم بقانون طوارئ من جديد، مش معقوله مصر الحره تحكم بقانون طوارئ من جديد. كفايه قوي المحاكمات العسكريه اللي احنا بنحاول بقالنا اكتر من 8 شهور بنحاول وبنطالب ان هم يتوقفوا عن محاكمه المدنيين العسكريين، لا بيفاجئونا كمان بقانون طوارئ وبيفاجئونا بقوانين جديده بيسنوها. طبعا بما انهم بيبقى معاهم السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، للاسف بيستغلوا ده بشكل سيء، واحنا بنرفض ده. وان شاء الله بكره عدد كبير من الشعب المصري هيعبر عن رايه في ميدان التحرير اللي هو ميدان الحريه، ويقول لهم لا لهذه الطوارئ، ويقول لهم نرجوكم ان احنا نتعامل بشراكه بجد، لان المجلس العسكري دايما بيقول ان هم شركاء في الثوره. طب منين شركاء في الثوره؟ يبقى عندهم شريك اخر، شريك اخر هو الشعب اللي وضعهم على هذه الكراسي من يوم 11 فبراير. لولا هذه الثوره لا كان المجلس العسكري حتى الان بيحكم عن طريق الطاغيه والفاسد حسني مبارك، اللي هو ان شاء الله القضاء العادل سوف يحكم عليه وسوف يشهد التاريخ ان المجلس العسكري سلم السلطه لسلطه مدنيه بجدول زمني. ان شاء الله ده يعلن قريبا قبل ما تتفاقم الامور. شكرا استاذ عامر. شكرا.